تعد معركة وادي صليط بين الأمير الأموي محمد بن عبد الرحمن الأوسط وثوار طليطلة من أمهات المعارك في تاريخ الأندلس، ولم يعرف بالأندلس قبلها مثلها. فما قصة معركة وادي صليط؟ وصلت الدولة الأموية في الأندلس في عهد عبد الرحمن الأوسط إلى درجة لم تسبق من البهاء والروعة، وبدت الأرستقراطية العربية في أبدع مظاهرها، وسطعت الفروسية الأندلسية وتجلت سماتها الباهرة التي غدت فيما بعد مثلا يحتذى به في مجتمعات العصور الوسطى، كما كانت أيام عبد الرحمن أيام سكينة وأمن ورخاء، وفيها ازدهرت الزراعة والصناعة والتجارة، وزاد الدخل زيادة عظيمة. وفي عهده أيضا سما شأن حكومة قرطبة الإسلامية، وأخذت تتبوأ مكانتها من الهيبة والنفوذ بين مختلف القصور والحكومات، وتغدو مركز التوجيه للدبلوماسية الإسلامية في الغرب. في عام 238 هجريا الموافق 852 ميلاديا، توفي حاكم الدولة الأموية في الأندلس المعروف بعبد الرحمن الأوسط أو عبد الرحمن الثاني، وتولى بعده ابنه محمد بن عبد الرحمن. ترك عبد الرحمن بن عبد الحكم بعد وفاته مملكة زاهرة موطدة الأركان تنعم بالاستقرار والهدوء، ولكن هذا الاستقرار الظاهر كان يحجب كثيرا من التيارات الخفية التي تهدد أمن المملكة وسلامتها، ذلك أن الهزات العنيفة التي توالت على الأندلس في عهد عبد الرحمن بن الحكم تركت آثارها العميقة في هذا الصرح البارد، كما كانت الثورات المحلية المتعاقبة وغزوات النورمانيين ودسائس النصارى، كلها تنذر أن الاستقرار المؤقت الذي تنعم به المملكة لم يكن سوى هدنة خادعة حققتها سياسة قوية حازمة. وكانت عناصر الاضطراب تنذر حكومة قرطبة وعرش بني أمية، تنذرهم بأعظم الأخطار. تولى محمد بن عبد الرحمن الملك في اليوم نفسه الذي توفي فيه والده، وكان يومئذ قد جاوز الثلاثين بقليل. وبعد توليته استدعى محمد إلى مجلس البيعة إخوته 49، واستدعى عمومته وأهل بيته وعظماء المملكة، وأخذت له البيعة دون خلاف، ثم أخذت له بيعة كافة الناس في المسجد الجامع أياما متوالية. وكان محمد بن عبد الرحمن أمير ذكيا فطنا بالأمور، وقد تولى الإمارة وملوك إسبانيا يحسبون حسابه ويشعرون بأنه خلف كفء لأبيه، وملوك العدوة القريبين من الأندلس يخطبون وده، وملك الفرنج يسعى إلى عقد السلم معه. شاء القدر أن يكون عهد محمد بن عبد الرحمن بداية عصر من أخطر عصور التاريخ الأندلسي وأشدهم خطراً على ملك بني أمية وعلى دولة الإسلام في الأندلس، ذلك أنه ما كاد يتبوأ العرش حتى بدأت طلائع تلك الثورة الجارفة التي قدر له أن يحاربها طوال حياته. فبعد أيام قلائل فقط من ارتقائه العرش، ثار أهل طليطلة بتحريض من أحد زعماء الخوارج، واشتعلت الثورة داخل المدينة، إلا أن الأمر انتهى بهزيمة جند الأمير محمد بن عبد الرحمن أثناء مقاومتهم للثوار. وبعد انتصارهم على جند الأمير محمد بن عبد الرحمن في طليطلة، قام الخوارج من أهل قرطبة يهاجمون بعض القلاع الأخرى، وقتل كثير من أهلها. عندئذ شعر الأمير محمد بن عبد الرحمن بما يهدد عاصمته قرطبة، بما يهددها من أخطار وثورات، فقرر أن يخرج إلى طليطلة بنفسه ليلقي على ثوارها درسا عميق الأثر، فسار إليها على رأس قوة كبيرة، وكانت أول حملة يقودها بنفسه بعد توليته الإمارة. كان عماد الثورة في مدينة طليطلة جمع كبير من المولدين والنصارى الذين كانوا يتطلعون دائما إلى الاستعانة بملك النصارى، ولما استشعروا عزم محمد بن عبد الرحمن على قتالهم بادروا
وبالفعل بالاستعانة بملك نافار وملك ليون، فأمدوهم بقوة من جيش النصارى. وكان تأييد النصارى للثوار في طليطلة عاملا في إذكاء حماسة المسلمين، فهرعت جموع كبيرة إلى جيش الأمير محمد، ومنهم كثير من الفرسان الأشراف وذوي الحسب. وسار محمد بن عبد الرحمن صوب طليطلة في بعض قواته، وترك بقية جيشه الكثيف مستترا بالتلال التي تظل وادي صليط. فلما رأى أهل طليطلة قلة جيش محمد بن عبد الرحمن خرجوا لقتاله، ومعهم حلفاؤهم النصارى وهم على ثقة من الظفر. فارتد محمد بجنوده نحو وادي صليط متظاهرا بالهزيمة، وعندئذ برزت قوات الأندلس من مكامنها وأطبقت على الثوار وحلفائهم النصارى وهزموهم شر هزيمة. وكانت معركة وادي صليط معركة هائلة مزقت فيها جموع الطليطليين والإسبان في ساعات قلائل من الصباح إلى الضحى، وقتل منهم مقتلة عظيمة تقدرها الرواية الإسلامية بأحد عشر ألفا، وأسر منهم كذلك عدد كبير، وبينهم كثير من القساوسة، وقد أعدموا على الفور، ورصت رؤوس القتلى وأذن فوقها لصلاة الظهر. فكان حقا كان نصرا عظيما، ووقعة من أمهات الوقائع التي لم تعرف بالأندلس قبلها مثلها.